تنفيذا للتوجيهات والمبادرات الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر باعتماد يوم الطبيب البحريني في الأربعاء الأول من شهر نوفمبر من كل عام وإطلاق جائزة خليفة بن سلمان آل خليفة للطبيب البحريني، عقد بديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء صباح اليوم اجتماع بين معالي الشيخ حسام بن عيسى آل خليفة ووزيرة الصحة الأستاذة فائقة الصالح والدكتورة غادة القاسم رئيسة جمعية الأطباء البحرينية، وذلك لبحث الترتيبات الخاصة بالاحتفال بيوم الطبيب البحريني واستعراض النظام الأساسي لجائزة خليفة بن سلمان للطبيب البحريني والاشتراطات والإجراءات الخاصة بها. وخلال الاجتماع أكد معالي الشيخ حسام بن عيسى آل خليفة أهمية مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، والتي تعكس رؤى وتطلعات سموه في دعم الكوادر الوطنية وبما يتماشى مع الجهود التي تبذلها الحكومة برئاسة سموه بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأوضح أن سموه تفضل بتخصيص 200,000 دولار للجائزة والاحتفال بيوم الطبيب البحريني، مشيرا إلى أن الأمانة العامة للجائزة باشرت في وضع التصورات اللازمة واتخاذ الخطوات العملية المطلوبة من أجل تسليم الجائزة، حيث تم إعداد النظام الأساسي للجائزة وتشكيل لجنة اختيار الفائزين بها والتي تتألف من ممثلين عن ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ووزارة الصحة ورئيسة جمعية الأطباء البحرينية ورئيس جامعة الخليج العربي ورئيس الكلية الملكية الإيرلندية للجراحين وممثل عن منظمة الصحة العالمية وخبراء دوليين في مجال الأبحاث الطبية، وذلك للإشراف على جميع إجراءات منح الجائزة. وأكد أن ثقافة التكريم تعتبر جزءاً أصيلاً في فكر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء التنموي، والذي يحرص في مختلف المناسبات والمواقف على الثناء والتقدير والتكريم لجهود العاملين في كافة القطاعات بالمملكة وخاصة القطاعات الصحية والطبية لتحفيزهم وتشجيعهم على البذل والعطاء في خدمة الوطن، وذلك في إطار جهود سموه المستمرة ورؤيته البعيدة في تعزيز وتيرة البناء والتطوير والارتقاء بمستويات التنمية البشرية في كافة قطاعاتها للحفاظ على ما حققته البحرين من مستويات متقدمة عالميا في هذا المجال وخاصة في المجال الطبي والصحي. وقد عبرت وزيرة الصحة الأستاذة فائقة الصالح عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على رعاية سموه للاحتفال بيوم الطبيب البحريني. كما عبرت الدكتورة غادة القاسم رئيسة جمعية الأطباء البحرينية عن خالص الشكر وعظيم الامتنان إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يقدمه سموه من دعم متواصل للأطباء والكوادر الصحية في مملكة البحرين. شرفنا بعقد اجتماع لإعلان عن جائزة خليفة بن سلمان آل خليفة للطبيب البحريني، وأود بداية أن أتوجه بخالص الشكر وتقرير سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر على هذه اللفتة الكريمة بتخصيص يوم الطبيب البحريني وتخصيص جائزة للطبيب البحريني، فهذا بالتأكيد مفخرة إلى مملكة البحرين وعلى المستوى الوطني وأيضا على المستوى الدولي. والإعلان عن هذه الجائزة في هذا اليوم هي باكورة عمل الأمانة العامة لهذه الجائزة وعمل مشترك ما بين وزارة الصحة وجمعية الأطباء البحرينية، فبالجميع أكيد راح يتكاتف ويعمل لإنجاح هذا الاحتفال إن شاء الله والفوز للأطباء البحرينيين بمشاركتهم، وندعو الجميع للمشاركة لأن هذه الجائزة تعتبر كرمز للنظام الصحي في مملكة البحرين وتطوره ووجود كفاءات من الأطباء بحرينيين يستحقون هذا التكريم، فكل الشكر والتقدير لسمو رئيس الوزراء على هذا العطاء وهذا التقدير الذي سيكون
يسجل في تاريخ مملكة البحرين. كل المنتسبين لجمعية الأطباء وجميع الأطباء في البحرين عاجزين عن الشكر وعاجزين عن الامتنان لمثل هذه الجائزة، فهي تعني الكثير لجميع الأطباء في مملكة البحرين. وطبعا اليوم راح يعلن عن النظام الأساسي وراح يعلن عن شروط الجائزة، فأنا متأكدة كجمعية أطباء وكرئيس جمعية أطباء أن الكل منتظر وراح يكون في تقديمات كثيرة من أطباء المملكة، لأن أطباء المملكة أو الطبيب البحريني قدر أن يثبت نفسه سواء محليا أو إقليميا في مجال الطب وفي مجال البحوث. فأتمنى التوفيق لجميع الأطباء في مملكة البحرين. تولي مملكة البحرين في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه اهتماما كبيرا بالرعاية الصحية، وذلك من خلال العديد من البرامج والاستراتيجيات والخطط التي تستهدف تقديم أفضل الخدمات الطبية والصحية للمواطنين والمقيمين. ولقد حرصت الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر على تطوير القطاع الصحي والطبي كما ونوعا، انطلاقا من إيمان سموه بأهمية هذا القطاع في تنمية الإنسان الذي يعد الثروة الحقيقية للوطن، حيث شهدت مملكة البحرين نهضة واسعة في عدد المستشفيات والمنشآت والمراكز الصحية الحديثة والمتطورة والمزودة بأحدث الأجهزة العلاجية والتشخيصية. وعملت الحكومة برئاسة سموه ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على توفير بنية تحتية قوية ومتميزة للرعاية الصحية والطبية تتسم بالاستدامة والقدرة على التعامل مع التحديات المتعلقة بالزيادة السكانية، مع الحفاظ في ذات الوقت على جودة الخدمات المقدمة وضمان أن تكون خدمات الرعاية الصحية في متناول الجميع. وانطلاقا من ذلك، فقد جاء قرار مجلس الوزراء الموقر في جلسته الاعتيادية بتاريخ 15 من يونيو 2020 بمبادرة كريمة من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء اعتماد يوم للطبيب البحريني في أول أربعاء من شهر نوفمبر من كل عام، وتخصيص جائزة باسم سموه لتكريم الأطباء البحرينيين المتميزين في البحث العلاجي والطبي، وذلك تقديرا من سموه للجهود التي يطلع بها الأطباء في الحفاظ على سلامة وصحة المجتمع، ومن أجل تحفيزهم على بذل المزيد من الجهد للارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن والمقيم. ولقد حظيت هذه المبادرة الكريمة بإشادة واسعة ولاقت صدى طيبا محليا وإقليميا ودوليا، حيث أكدت العديد من الفعاليات الوطنية والكوادر الطبية البحرينية على أن الجائزة تشكل تقديراً عالياً لعطاءات الأطباء وعرفاناً بجهودهم وتضحياتهم النبيلة. أما على المستوى الدولي فقد أشاد الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بالمبادرة، ورأى أنها تجسد معاني التقدير والتكريم للعاملين في القطاع الصحي وما يبذلونه من جهود في محاربة جائحة فيروس كورونا، فضلا عن العديد من الإشادات العربية والخليجية والدولية بالمبادرة. إن الاحتفال بيوم الطبيب البحريني ومنح جائزة خليفة بن سلمان آل خليفة للطبيب البحريني يكتسب أهمية مضاعفة في الوقت الراهن والعالم يواجه جائحة كورونا، فهي بمثابة احتفاء وتكريم لفئة الأطباء الذين يقفون في الصفوف الأولى في مواجهة هذه الجائحة بكل شجاعة واقتدار، كما أنها تأكيد جديد على مدى حرص صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر على الارتقاء بجودة الخدمات الصحية كأحد الأهداف الرئيسية لبرنامج الحكومة والتنمية المستدامة.